مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. نبدأها بأبرز العناوين. نورمار يحطم أرقام قياسية على تيك توك. متى موعد نزول أغنية نور ستارز الجديدة؟ فريد يحضر لأغنية جديدة مع من؟ رضا يتعرض لحادث خطير. مفاجأة دايلر ليوم العيد. حقق نورمار نجاح كتير كبير على منصة تيك توك بتنزيله لمجموعة من الفيديوهات المتنوعة يجمع فيها التمثيل، الليب سينك والرقص كمان. تمكن نور من جمع أكثر من 7 مليون متابع و190 مليون إعجاب بتنزيله لأكثر من 530 فيديو، فآخر فيديوهات لنور نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين وحققت نسب عالية من المشاهدات، فالفيديو اللي شاركه قبل 6 أيام حقق أكثر من 23 مليون مشاهدة و2 مليون إعجاب، وفي فيديو تاني شاركه قبل 4 أيام حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب. ألف مبروك لنور ولكل الجلادين. انتقل فريد إلى مدينة جدة بالسعودية للمباشرة بالعمل على المفاجأة الجديدة اللي أخفاها على متابعينه لفترة جد طويلة، حيث أنه صرح عن مضمون المفاجأة واللي راح تكون تعاون ثاني على أغنية جديدة من بعد ما حقق تعاونه الأول مع نجمة سديم رغدة في أغنية جيش رغدة نجاح كتير كبير. فالتعاون هالمرة راح يكون مع نجمة الإنستغرام نجم، حيث معروف عنها صوتها الرقيق والهادي وحنجرتها الذهبية. فنزل فريد هاي الصورة على انستغرام اللي بتجمعه بنجم من استوديو تسجيل الاغاني وسأل متابعينه هل هم جاهزين للمفاجأة، وبين الزومبيز حماسهم في خانة التعليقات ونسبة حماسهم كانت جد عالية، وصرح فريد ان الاغنية ممكن تنزل بعد شهر او شهرين من الان. من بعد اختفاء حسابها على انستغرام عبر محبين ليا عن قلقهم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطلع ليا بعد ايام وتوضح سبب اختفائها وتأكد ان حسابها لم يهكر، ووجهت ليا رسالة للناس اللي ما سألت عنها. هاي جايز، اول شي حاب اقول انه الاكاونت تبعنا ابدا ما صار هاكت. الأكاونت تبعنا نحن عملنا له دي أكتيفيت ليمشي الحال شوي ويروق الوضع، كوز كتير صار في ستريس. تاني شي حب يقوله أنه شكرا لكل اللي سألوا وقفوا حدي، وعن جد فانزيتي أنا كتير بحبكم، بحب كل المتابعين اللي عندي كمان، وصراحة شكرا لكل اللي ما سألوا واللي أنا وقفت حدهم وهن ما حتى عطوا أهمية، بس الحمد لله يعني المواقف الصعبة بنعرف حقيقة الكل. ولكل اللي شمتوا فينا انه راح اكاونتنا ما راح وما حدا راح يقدر يروحه، ونحن رح نضل موجودين هول على انستا وحنضل حندوقت عين الكل. نسبة حماس الدايلريون هاي الفترة كتير عالية، خاصة بعد ما نشر دايلر صورة لإله على يخت بالبحر وكتب جاهزين للعيدية، يعني عم بيخبي دايلر مفاجأة جديدة لمتابعينه واللي رح تكون عيدية العيد. كما أنه قبل أسابيع كان عم بيحمس متابعينه لأغانيه الجديدة من بينها أغنية فاضي، واللي حكينا عن تفاصيل عودة دايلر في فيديوهاتنا السابقة. مفاجآت وتحذيرات صفا سرور ما بتخلص ابدا، فعم بتحضر صفا لسلاسل جديدة لقناتها على يوتيوب ودخولها لمحتوى جديد. مو بس هيك، فعم تخبي صفا مفاجآت كتير كبيرة عن متابعينها راح تشارك تفاصيلها في الايام المقبلة.
صرح أنس مروى بالحلقة السابقة من بودكاست فول تميس أنه من بين الأسباب القوية لمغادرتهم لكندا واتخاذ قرار العيش في أمريكا هو صناعة المحتوى بأمريكا وخاصة على يوتيوب، حيث من بين مخططاتهم العمل على محتوى جديد يمزج بين الثقافة الأمريكية والعربية ويكون أكثر تطورا. فمن بعد اتخاذ قرار مغادرة كندا والعيش بأمريكا لأسباب متعددة، خير أنس وأصالة وأسامة متابعينهم على يوتيوب بمجموعة من البيوت بلوس أنجلوس، حيث رح يختاروا بعد أيام البيت اللي رح يعيشوا فيه. وفي أخبار ثانية، بودكاست فول وتميس يتربع رسميا على المرتبة الأولى في أبل بودكاست بالوطن العربي. حطمت نور ستارز مؤخرا رقمين جديدين على يوتيوب وانستغرام، حيث تخطت نور حاجز 16 مليون مشترك على يوتيوب و8 مليون متابع على انستغرام. واحتفالا بهذه الارقام، فاجأها صديقها اليوتيوبر سلمان العتيبي بمليون وردة حمراء، وعملت نور حفلة بسيطة بيناتهم. وحكت نور بالفيديو عن العديد من المفاجآت اللي عم بتحضر لها واللي راح نشوفها قريبا. فمن بعد ما اجاها السؤال من سلمان، هل تفكرين بالعمل على ماركة مكياج خاصة بك؟ كان جواب نور أنه من أحلامها الكبيرة العمل على هذا الشيء وتفكر في الموضوع مستقبلا وما رح تحكي شيء حتى يكون كل شيء جاهز. وصرحت نور ستارز أنها تقوم بالعمل على كتاب خاص بها اللي رح يكون متوفر للبيع بعد فترة، وأكدت أنها ستأخذ كامل وقتها للعمل عليه بشكل كامل ولائق. وانتهت نور من العمل عليه والكتابة على نسبة 70% من الكتاب. وفي أخبار ثانية، صرحت نور ستارز عن احتمال نزول أغنيتها الجديدة بعد أسبوع من اليوم. 8 مليون متابع، I love you guys so much، بحبكم كتير 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 كتير، الحمد لله دائما وأبدا. من بعد أيام تعرض اليوتيوبر رضا الوهابي لحادث خطير كانت نتيجته فتحة بالرأس وعشرون فتحة بالظهر، فنشر رضا هاي الصورة ومجموعة من الستوريهات ليطمن متابعينه ويحكي عن تفاصيل الحادث. شنو طرى قبل 3 أيام؟ صباح الخير. أثناء عملية الخياطة. شكون اللي قال تغرس 16 غرزة؟ باقي ما كاينش 16 غرزة، باقي ما كايناش. فحسب ما وصلنا من أنباء وحسب ما صرح عنه أصدقاء رضا، أن الحادث كان على الساعة 10 صباحا يوم الجمعة الماضي، حيث كان رضا في رواق الفندق اللي كان مقيم فيه قبل أيام، حيث انضرب ظهره بنافذة من الألمنيوم الحاد وتسبب في 20 فتحة في الظهر وفتحة واحدة بالرأس. الحمد لله على السلامة رضا، ما تستاهل اللي صار معك. فبعد هذا نشرت رغدة هي الصورة على حسابها على انستغرام، تحمل رسالة معبرة جدا نظرا لعلاقتهم الوطيدة، وكتبت: كان أكتر يوم صعب علي لما وصلني الصورة وعرفت شو صار، التعب والزعل اللي شفته بعيونك يومها ما عمري شفتها، أقوى وأكتر حدا متفائل تعرفت عليه، الله يحميك. كمان استقبل رضا مجموعة من الفيديوهات من أصدقائه المقربين. ليكيب، قبل ما تطلع الطياره بغيتكم كاع كما درتو تدعوا لخويا رضا مضرب من ظهره قبل 3 ايام، وانا تسمحت قبل 3 ايام وتصدمت وشوكيت وكاع، تسمحت اريح شويه، هو عاد باش علمنا عليها ما بغيناش نخلعوكم. وا كريكيسه ضربتي الدعير صافي، ها بقيت تصور وجهي، ما ندور وجهي كما ندور وجهي، قدام دير ستوريات فاس يلا. حطيت بوست جديد، حبيتكم الناس الكل تدعوا له وتدعوا رضا باش مش هكاكا مش هكاكا رضا يعمل هكا. اوكي رضا فاميلي، دابا نزلت نيو بوست، بلاتي 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 بلاتي، انشر الايجابيه رضا فاميلي يلا.
وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم. إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.